الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. بنحييكم من شرق النيل، من أرض التقابة، أرض الحفظة، أرض القرآن، الأرض الطيبة، أرض الناس ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية وأسست لتعليم القرآن وحفظه. نحن الآن في واد حسونة، حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا من واد حسونة، أولى محطاتنا، ونتابع مع بعض. بارك الله فيك، الله يجزيكم خير، الله يحفظك ان شاء الله. طيب بارك الله، الله يكرمك، بارك الله فيك، الله يسلمك، بارك الله يديك العافيه. نحن سعيدين والله نكون معاكم هنا، وسعيدين نكون في واد حسونة، بلد القرآن والخلاوي، ومجموعه من الخلف، ومجموعه من المحبين، مجموعه من المريدين موجودين، والطلبه، كل الناس موجوده هنا جاي تتعلم. نحن ابونا الخليفه مرحبا بك، وسعيدين اول شيء دايرين انك تعرف المشاهد باسمك، وتحكي لنا عن الخلاوي هنا والتعليم عندكم والقرآن. جدا ان شاء الله. الاسم بالكامل، الاسم خليفه محمد الخليفه عثمان. نعم. طيبه الشخص واد حسونة. الله نحن انا وزملائي الخلفاء نقول لجدا الخليفه ولد الشيب الخلف الشيخ حسن. نعم. بحياته نحن نكون انا الثامن وزملائي المعاد. السيد موسى الهارب تزوج حبوبتنا مسلميه بكريه اللي هي حبوبتنا ام الحسن، وانجب منها الشيخ حسونة. جدا الشيخ حسونة لما نشا وترعرع وبقى للزواج تزوج يعني برضه بالتعمه شريفيه بنت الشيخ خليل ابقرين. حبوبتنا فاطمه بنت الشيخ خليل ابقرين شريف، قال الحمد لله ان وضحت نسلي في اصلي. يا سلام. اي نعم. انجب منها الشيخ حسن والشيخ عبد الفتاح والشيخ عبد الجادل والشيخ العجمي. نعم. الخليفه بن الشيب انجب الشيخ الخليفه سوار. سوار انجب خمسه اولاد، مكي وسراج الدين ومحيي الدين والعجمي ومصطفى. هسه نحن الغريه دي اولاد خمس رجال. الله اكبر. اولاد بناتنا معانا الحمد لله، معانا شايقيه ومعانا حامده ومعانا مغاربه ومعانا مسلميه، كل اولاد بناتنا معانا جعليين. جعليين امهم حبوبتهم كانت يعني لها شهره مع اخوانها. نحن سعيدين يا اخواننا نكون هنا في محطة من محطاتنا، وطبعا برنامجنا هو معروف، برنامج تاع مسابقات، وبنجي بنعرف بالمنطقة وبنوريها وبالناس يعرفوها. وحقيقة نحن سعيدين يعني نلاقي أهل واد حسونة كل المنطقة، ونعرف عرفنا حفائرة وعرفنا خلاوية وعرفنا يعني مساجد وعرفنا مدارسها. وعندنا سؤال في الرياضة، والدين ذات وصى بالرياضة، قالوا في الحديث وصوا بالرياضة ركوب الخيل. نعم. نحن واد حسونة الشيء اللي عرفناه اكتشفناه انه في انديه رياضيه. نعم. يعني انت تشوف صغر المنطقه كده والناس كلها من كبه تقرا. نعم. بتقول دين اصلا ما فاضيين يلعبوا. نعم. والله ان هذين ناس حفظ بس ما عندهم طريقه للعب. ففي انديه رياضيه، نحن دايرين زول يورينا الانديه الرياضيه اللي واد حسونة. طيب نحن سعيدين نتواصل، وبعد ما ابونا الخليفه ادانا المعلومات السره دي في ولده بهنا، نحن دايرين نزعله من الفرق الرياضيه، قلنا ما بكون عليه الاقل، يمكن يكون عارف يمكن ما يكون مشغول به. ضابط في الجمارك ما شاء الله كده. احنا ذاته اول شيء جايزتنا مجمرك نطمنها عشان ما نشيلها، الجايزه حقتنا مجمرك التفو صاله مدفوع. نتعرف عليه. الاسم عثمان الخليفه محمد. عثمان مرحبا بك. انا حاضرين ثلاثه انديه رياضيه من الانديه الرياضيه، الاتحاد، النيران، النجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. الله يكفينا شر النيران. فريق النيران دي اكبر انديه كانت يعني في تحسونا. طيب ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. الاخ مكي، شيخ مكي تحسونا. الثلاثة عندي الاتحاد، النيران، النجوم. أول أمل الأمل. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليه. شاكر عبد الله محمد عبد الرحمن. شاكر. ثلاثة عندي النيران، التكامل، الاتحاد. النيران، التكامل، الاتحاد. ناخذ إجابة. متواصلين معاكم نتعرف عليه. عبد المنعم فضصيد السيد. عبد المنعم. ثلاثة عندي في واد حسونة، النيران، الاتحاد، النجوم. انتوا بتبدوا طوالي بين النيران وبردوا شويه. والله عندي مسخن ذاك. متواصلين معاكم نتعرف عليه. أحمد الحي الأمين. أحمد الحاج. ثلاثة أندية رياضية في واد حسونة، الاتحاد، التكامل، الأمل. الاتحاد، التكامل، الأمل. الأمل. طيب ناخذ إجابة. معانا الشباب بيجينا نتعرف عليه. السفير عمر الظاهر. منو؟ السفير عمر الظاهر. ثلاثة أندية رياضية، ارفع راسك فوق. الأهلي والاتحاد والنيران. الأهلي والاتحاد والنيران. مرحبا بك. متواصلين معاكم نتعرف عليك. بقري عبد الله الشريف العنوان. بقري. ثلاثة أندية في واد حسونة،
النيران الاتحاد النجوم. النيران الاتحاد الامل. الامل مرحبا بك هالبيجان ما شاء الله يا سلام. نتعرف عليك. الله ابراهيم فضل الله. انت اكيد بتلعب صح؟ اه اي تلعب يا فريق شقيل. شنو شقيل؟ الشقير. الشقيل. ها الشقيل. الشقيل نعم. بس الشقيل ده داير له فلفل يعني. طيب الشقيل ثلاثه عندي في وتحسون شنو؟ الاتحاد والنيران النجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. سعيدين يا اخواننا نتواصل معاكم ونتعرف عليك. ابو بكر محمود سليمان سليم الدين. ابو بكر مرحبا بك من وتحسون. هنا من وتحسون ورئيس نادي الاتحاد الرياضي بوتحسون. يا سلام ما شاء الله. طيب انتوا عندكم اتحاد فرعي هنا؟ نحن عندنا دورات بتاع داخليه بين الفرق حقاتنا الداخليه في حسونه، وثاني عندنا اللي بيتاهلوا بنلعب دورات غرويه مع الشيخ عوض الكريم والضب صالح والدلمي وابو دليق والمناطق الشرقيه عامه. كلها منافسات وديه؟ ايوه لا منافسات بكاس. لا انا قصدي انه تابعين لاتحاد معين، تابعين للاتحاد العام لكره القدم عبر اتحادات معينه. أيوة. والذي مناطق بس مناطق مناطق. طيب ما عندكم ما قاعدين ما عندكم فرق قاعده تنافس تطلع لدرجات فوق؟ لا نحن عندنا النافست فرق البياضه والعيلفون ومضومبان من المناطق الشرقيه من مناطقكم هنا. أيوة. قاعدين تلعبوا تلعبوا معنا؟ ايوه قاعدين نلعب معهم. طيب وبيسجلوا بقروش؟ نحن تسجيلنا اولاد الحله كده. اولاد الحله تسجيل عادي، لكن الناس اذا كان مننا داري يسجلوا غادي بعد ذاك الفرق الثانيه يعني. طيب دعمكم بيجي من وين؟ انديه في 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 منطقه صغيره وفي غاليه بتدعموا نفسكم بنفسكم؟ ايوه بندعم نفسنا بنفسنا. عندنا رابطه ابناء المهجر في السعوديه ودول الخليج طيب فهذول هم اللي بيقوموا بالدعم والخلاوي برضه بتدعم الرياضه، لانه الرياضه يعني جانب في الجانب الديني زي ما وصل انت ذكرت كلام سيدنا عمر انه علم ابنائكم ركوب السباحه وركوب الخيل والرمايه الرياضه عامه. نعم الرياضة. طيب ثلاثه انديه في وتحسون اصلا. وتحسون كانت منطقتين، وتحسون شمال وتحسون جنوب، فيها فريقين. الفريقين دل بعد شويه قام ظهرنا نحن كجيل طلابي كوننا فريق الاتحاد. نعم. سمينا الاتحاد، فديك قاموا سموا ناس وتحسون جنوب سموا النجوم، وديل سموا النيران ناس تحسون شمال. بعدك بالتالي بقى كله ما جيل بتاع الطلبه يجي من تحت بيجي بفريق. بعدنا جاء فريق الامل والفروضي. فالولد اللي قبل قال لك فريق الشقيل وفريق دي اسماء قديمه، فريق الشقيل وفريق وتحسون جنوب وتحسون. تحولت الاسماء بقت النيران والاتحاد والنجوم والامل ودي اسمانا، فكل الاجابات جاء صحيح. طيب نحن ناخذ الاجابات. مرحبا بكم نتعرف عليك. سميره الخليف محمد عثمان. مرحبا حبابك. الرياضه متابعين هنا؟ بيعرفوا الفروق في العلة؟ ايوه. طيب انتوا فريقكم هنا حي الاقرب فريق لكم شنو؟ نحن الاتحاد. الاتحاد؟ أيوة. يوم اللغة اللي بتفرحوا؟ نفرح شديد. والله؟ والله. ولما يغرب لكم منو بتتكيفوا في الفرق الثانية؟ لما يغرب لكم الناس منو بتتكيف؟ بنغلب لها النيران ناس. بس النيران ذات اللي كان غالبهم بتكيف. النيران والله النيران ده بنجيب سيرته نحن عريقنا سخنبنا ذاته فريق النيران. طيب ثلاثة فرق شنو؟ الاتحاد والنيران والنجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. احنا سعيدين اخواننا برضو ان احنا في المسيت هنا بنلاقي ام الفقراء، وزي ما بقول ام الفقراء زوجة الخليفة، وهي ام المسيت كله اللي بتجيب على راسه وعلى اكله وشرابه وضيوفه وكذا. من حيك نتعرف عليك. امن وصواب بك. مرحبا بك ومن امن. ربنا يديك الصحة والعافية يتقبل منك ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. بتعرفي في الفرق الرياضية حاجة ولا الجماعة بكلموك سايبين؟ لا بعرف. شنو؟ اتحاد النجوم والنيران. والله ما شاء الله. والنيران دي تصق قدامك للنجاط الضيوف اللي هنا. الله يسلمك. الله يديك الصحه والعافيه. معانا الشباب بيجاي نتعرف عليكم. منى حمد السيد. منو؟ منى حمد السيد. منى ثلاثه فرق رياضي. الاتحاد والنجوم والنيران. الاتحاد والنجوم والنيران. الاتحاد والنجوم والنيران. نتعرف عليه. مروه عثمان. مروه ثلاثه فرق رياضي. الاتحاد النجوم والنيران. سعيدين يا اخواننا نكون في محطتنا دي في مسجد ابونا الخليفه محمد، وسعيدين نزل. وطبعا يا اخواننا بعد ما ادونا نبذه وقابلنا يعني كل المحبين والمريدين لقينا جناب عثمان وسالناه طوال، لانه ما حبينا نضغط على الخليفه نقول له الفرق الرياضيه بكون عارفه صح؟ والله وعندنا النيران ده سخن لنا الجو فريق اسمه النيران. والله ان شاء الله يكون قدر نيران ودي يكون الغالب وهو المسيطر. بعدين قال لي عندنا ناس المهجر دير هم اللي بيدعمونه. ذكرتني قال لي في السعوديه في الخليج، ذكرتني خليجي بيزعلوا في السودان. قال لي انتوا تعالوا السودانيين دي ليه قدر ما يزعلوكم سؤال تجاوبوا بسؤال، الاجابه ذاتها بتكون سؤال. قال لي زي شنو يعني؟ برضه سؤال.
وذاك محتار زاد ثاني ايام قال ايش قدروا يسالوكم سؤال تجاوب بسؤال قال زي شنو يعني فاخذوا بسؤال اخونا عثمان ان احنا بنحييك انت قلت شنو؟ انا قلت من الفرق الرياضيه الاتحاد والنيران والنجوم هم كلهم اتفقوا قلنا ثلاثه فرق رياضيه في واد حسون الاتحاد والنجوم والنيران اخونا عثمان اول من قال اجابه صح صفقه لعثمان يا اخواننا نمشي مع عثمان العربيه نشوف الجاي سعيدين يا اخواننا في محطتنا دي يكون فايز معانا اخونا سعادته عثمان ابن الخليفه محمد ابن الخليفه عثمان سعيدين نكون في مسجد واجابته كانت اجابه صحيحه سالنا من ثلاثه فرق رياضيه تابعه لواد حسون وقلنا النجوم والاتحاد والنيران لحسن الحظ نحن جوا المسجد الجائزه المقدمه في هذا السؤال هي عباره عن قدحين دبليبه اللي هي عصيده المسجد اخوانا الدبليبه تعرفوها ما نقي تغوص فوق يدك ولقمتها بيشبع انا سبحان الله ما قال روحنا جايين المسجد والجائزه دبليبه نحن نقدم لك صحنين دبليبه الملاح منه كنتوا نحن نديكم الكتره عثمان اخوانا فاز بالتلفزيون مقدم من قناه شروق صفقه لعثمان مبروك عليك نفتح العربيه نشوف الجائزه طب قال عثمان مرحبا بكم من واد حسونة تتعالى أصوات النوبة والذكر محطة وسؤال ونتابع مع بعض لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونحن في أجواء إخواننا يحفها الذكر وتتعالى فيها أصوات القرآن نحن في واد حسونة نحن سعيدين نكون مع هنا في واد حسونة وسعيدين وشينا قابل أخونا الخليفة مرحب بك ونتعرف عليك بالاسم بالكامل البشير محمد الخليفة حسن الخليفة حسن حسونة الله يديك الصحة والعافية والله نحن سعيدين للشيء اللي بنشوفه ده ودائرين أنك تدي المشاهد نبذة عن المسجد ولا يعني المنطقة ذات تكوينها كان 200 والدعوة كانت كيف والفيها شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر اللواء والكوثر والقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلتم أهلا وحللتم سهلا نرحب بكم في منطقتكم منطقة القرآن والمسجد والتقابة منطقة الشحز والحسونة أسست هذه المنطقة عام 910 هجري بأبونا الشحز والحسونة الذي قدم والده الشيخ حسونة من الأندلس في المغرب العربي قديما وحضر إلى السودان لتقديم تعاليم القرآن والحفظ ونزل في منطقة السنار وولد أبونا الشحازم في منطقة كجوج اللي هي معروفة بالسبلوغ أو الشلال السادس تقريبا المسجد خرج ناس كتار منه الحمد لله رب العالمين 434 عام خرج أكابر السودان وخرج السلاطين وكل وليهم في السودان يعرف واد حسونة يتم بيعته ويتم خلافته في هذه المنطقة طيب من الناس القروا هنا ناس معروفين منه الحفظ هنا مثلا منه الشيخ واد بدر أهم شخصية أخذت على هذه المنطقة وأبونا الشيخ الطيب واد البشير القطب السماني جده الرابع الشيخ محمد سرور أخذ هذه الطريقة من أبونا شحاذ واد حسونة مرحبا الله نعم وبعد ذاك يعني تسلسلت السلسلة كل رجل يعرف السودان أتى إلى هنا وابونا شحازن قال كل ولي طائفا بالبيت سبعا وانا البيت الحرامي طائف في مكاني لذلك كل الناس يطلبون حتى الشروق طيب انا سعيدين نتواصل بهذه المحطه الطيبه وبعدين نتعرف عليك منو بركات ابن عبد الفتاح بركات ابراهيم عبد الفتاح طيب انا دايرين نسال سؤالنا للجمهور يا اخوان بعد اخذنا المعلومات سؤالنا الشيخ حسن واد حسونة الاسم الكامل له منو الشيخ حسن واد حسونة بس هسه انت اسمك منو بركات ابن عبد الفتاح عبد الفتاح منو البشير البشير منو ابراهيم طيب ها الشيخ حسن واد حسونة كده باقي وين الشيخ حسن واد حسونة موسى كاظم موسى كاظم موسى الكاظم موسى الكاظم نعم طيب الاسم الكامل للشيخ حسن واد حسونة الشيخ حسن واد حسونة ابن موسى الهاري ابن الحاج حمد ابن موسى
موسى ابن الحاج حمد. ابن الحاج حمد، طيب ناخذها اجابه نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخوك محمد ابراهيم حسن من ابناء منطقه الشيخ حسن الحسونه وامام مسجد العتيق مسجد ابونا الشيخ حسن الحسونه. ما شاء الله تبارك. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن؟ الاسم الكامل اسمه حسن، الرجل الصالح اسمه حسن وابوه اسمه حسونه والحاج موسى الكاظم. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. حسن عبد العظيم حسن ابراهيم. حسن عبد العظيم من ود حسونين؟ من ود حسونه زادخ. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه؟ الاسم الكامل حسن حسونه ابن موسى ابن الحاج رحمه. ابن الحاج رحمه. طيب مرحبا بكم، متواصلين معاكم في المحطه نتعرف عليه. اللامين عبد الفتاح الشريف. اللامين عبد الفتاح من ود حسونين؟ نعم من ود حسونه. نعم. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه؟ هو الشيخ حسن ابن حسونه ابن موسى ابن رحمه. ابن موسى ابن رحمه. ابن رحمه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. بركات سوار محمد عبد الفتاح ابراهيم. بركات. الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه؟ الشيخ حسن ابن حسونه ابن موسى ابن رحمه. ابن رحمه. نعم. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق نتعرف عليه. محمد الحاج الشيخ ابراهيم. الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه؟ حسن ابن حسونه ابن الحاج ابن موسى الكاظم ابن الحاج رحمه ابن موسى الصادق. الصادق. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الفقير لله عبد الله سراج الدين الخليفة سراج الدين من مواطنين الشيخ حسن ود حسونه. الاسم الكامل للشيخ حسن الشيخ حسن السيد حسونه السيد موسى السيد الكاظم السيد عبد السيد العسكري السيد موسى الهارم، وتوفى في بغداد. طيب نتعرف عليه. الشريف عبد الفتاح. الشريف. الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه. الشيخ حسن ود حسونه والبدر. الشيخ حسن ود حسونه من الهارم. نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عمر الظاهر ابراهيم. الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه. الشيخ حسن بن حسونه بن موسى الهارم بن ابن الاحمر ابن الحاج رحمه. سعيدين يا اخوانا نكون في هذا المسجد وفي هذه الاجواء الروحانيه الكبيره. سالنا عن الشيخ حسن ود حسونه الاسم الكامل ليه، الناس اغلبها اتفقت في الاجابه باعتبار انهم ابناء المنطقه وده تاريخهم وده ارثهم الديني، هم كلهم عارفينه. اول زول قال اجابه صح بيكسب معانا. وانت منو؟ حسن عبد العظيم حسن ابراهيم. حسن قلت منو؟ حسن ابن حسونه ابن موسى ابن الحاج رحمه. صفقه ليه يا اخوانا، حييهم. بشكر قناة الشروق على التواصل والربط السوداب ببعض البعض وبتواصل كله تعريف عامة لقناة الشروق، هي عبارة عن تواصل اجتماعي لكل مدن وقرى السودان في تواصل اجتماعي للسودان. الله يديك العافية. نمشي العربية شو بدي. مبارك لأخونا حسن الفايز معانا في محطتنا دي، سألناه عن الاسم الكامل للشيخ حسن ود حسونه والإجابة قال هو حسن ابن حسونه ابن موسى ابن الحاج رحمه. ابن الحاج رحمه. صفقة ليه يا إخوانا لحسن. حسن فاز معانا بتلفزيون مقدم من قناة الشروق، نصفق له صفقة حارة يا اخوانا. مرحبا بكم في ود حسونه، محطه جديده وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم في ود حسونه واخواننا معانا هنا هني. واول حاجه عمنا كيف حالك؟ مرحبا بك. الله يديك العافيه. كيف صحتك؟ اهلا وسهلا. طيبين حبيبي. الله يكرمك. اهلا وسهلا حبابكم. الله يحفظك. مرحبا بكم. ود حسونه دي هنا فرقان ولا احياء ولا كيف؟ فرقان. انتوا فريق شنو؟ نحن فريق الشيخاب هني. الشيخاب. ثاني في فريق شنو؟ في فريق الحسونه بهناك، في كلها فرقان. كلها فرقان. كلها فرقان، والقلعة بفريق كل فريق. طيب القبائل الساكنه هنا في ود حسونه شنو؟ كثير. زي شنو؟ اكبر شيء شنو؟ معنا شايقيه ومعنا حسونه وحسانيه ومعنا كثيرين. وانتوا شنو؟ نحن حسوناب. حسوناب. اشراف. اشراف ما شاء الله تبارك. انتوا اكثر ناس هنا. اكثر ناس هنا. طيب انا بسال سؤال اخواننا اللي عارف الاجابه يحتفظ بها لما نجيو. عشان قبل يعني حصلت لي واحد ورا قال الاجابه شال منه شال بقى الجائزه. البلد دي مشهوره فيها اثار كثير وفيها حفاير قريبه من حسونه.
كده يقول لي ثلاثة من الحفائر القريبة منكم شنو؟ الحفائر هني؟ القريبة منكم أول واحد، أول واحد غواشة حفير بركات، حفير يوسف، حفير الشيخ إبراهيم، حفير الجبل، كل الحفائر الشيخ حسن حفائر. تاني جنبكم من الحفائر شنو تاني في حفائر جنبكم؟ برا برا غاد شوية. شنو تاني اسمي شنو؟ حسانية كلها كلها حسانية حفائر هنا. أي الحفائر دي فائدتها شنو؟ الحفائر بتجيب الموية. الموية هاي. من الخريف تقعد تمسك الخريف فيها حفائر بتطويل. نعم بيشربوها الموية؟ بيشربوها هاي. كل الحفائر بتنشرب موية ولا وحدات معينة؟ وحدات بتنشربن وحدات بتنشربن. ما بيشربن ديل بيكونن بهايم. اي طيب انا حسعدين نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيب الخليفة بن الشيب الخليفة عبد الفتاح الشيخ إبراهيم. ما شاء الله الطيب. انا احنا دايرين الحفائر، حفائر الشيخ وتحسونة اللي بتقع بالغربة من تحسونة. حفائر الشيخ حسن وتحسونة 99 حفير. ما شاء الله. هدينا ثلاثة بس. فمنها قباشة ومقنيطير بلندة. بلندة. نعم. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك. عبد العظيم الخليفة حسن. عبد العظيم. ثلاثة حفائر. قباشة ومقنيطير بلندة. ثاني فضة. فضة. أربعة. أربعة. طيب مرحبا بك نتعرف عليك. يوسف الزبير العمدة. ها؟ يوسف الزبير العمدة. يوسف ثلاثة حفائر للشيخ حسن وتحسونة. غباشة وفضة ومقنيطير حفر الخيل. الخيل. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليه. حسام الدين عمر الزاهر. حسام الدين مرحبا بك. من وتحسونين؟ نعم من وتحسونين. جاتوا فريقكم؟ أنا من وتحسونة الجنوب. الجنوب. طيب ثلاثة حفائر للشيخ حسن وتحسونة تقع بالغرب من وتحسونة. غباشة بلندة ومقنيطير. غباشة بلندة ومقنيطير. أكبر واحدة فين شنو؟ أكبر واحدة غباشة في 99 ذات. أكبر واحدة غباشة. أكبر واحدة في 99 غباشة. غباشة دي بتملي في الخريف بس؟ بتملي في الخريف. تقعد كم شهر تاني؟ بتنتظر الخريف الثاني. من الخريف للخريف؟ نعم. شراب غسيل؟ شراب كل شيء. سعية أي؟ وضوء غسيل سعية ضيوف كلهم. والله ما شاء الله. وما بتبرد؟ والله باردة. باردة؟ باردة شراب بيدك طوالي على الهواء مباشرة. ما شاء الله تقعد السنة كلها. السنة كلها. طيب مرحبا بك نتعرف عليك. عمنا عبد الفتاح الخليفة محمد عبد الفتاح. مرحب حبابك. من وتحسونة هنا؟ من وتحسونة. يا تفريق في وتحسونة شمال. شمال. طيب ثلاثة حفائر للشيخ حسن وتحسونة هنا تقع بالغرب من وتحسونة. غباشة. اها. بلندة. اها. مقنيطير. هاي. فضة. فضة. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك. عثمان بركات بن الشيب. عثمان مرحبا بك. هاتوا فريق من وتحسونة جنوب. جنوب. ثلاثة من الحفائر. غباشة. اه. ومقنيطير. اه. وبلندة. وبلندة. مرحبا بكم متواصلين معكم نتعرف عليه. التلمينة البشير عبد الفتاح. التلمينة مرحبا حبابك. انتوا في الفريق ده. اي. هاتوا فريق. ده احنا يعني بنسمي بالفرقان ده الفتاحاب. فتاحاب. حسوناب لكن بنقول فتاحاب. حسوناب فتاحاب. طيب ثلاثة من الحفائر حقات الشيخ حسن وتحسونة اللي بتقع عن قريب من المنطقة. والله غباشة وبلندة ومقنيطير. مقنيطير. طيب نتعرف عليك. عليكم السلام والرحمة. حياة جار محمد رفع الله. حياة مرحبا بك. من وتحسونة هنا؟ نعم شمالها. ثلاثة من الحفائر حقات الشيخ حسن وتحسونة 99 داري منين ثلاثة البقع عن جنب وتحسونة؟ غباشة بلندة ومقنيطير. غباشة بلندة ومقنيطير. ما شاء الله ما شاء الله. حاجة كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. الله يحفظك. ديك العافية. ما شاء الله تبارك الله. يعني بس أنا داري أسأل سؤال قبل ما أعرف اسمك منه. التوب ده التوب العادي ولا عارفانه جايين؟ لا والله التوب العادي ده المرقاف عادي. ما شاء الله طوال. لا لا انا والله ما قايل وتحسونه المشدرات دي وصلوا والبنفسجي. كيف يا حاج كيف ما وصل؟ لا لا ماشيين يعني انا ما سقف تسقيف شديد. انا انا مشيت ومشي جد. والله النظارات ما شاء الله والمشدر والحياه معناتها في العيد شيء أكبر من كده. أي صح. ها؟ صح. المسائر تمرق بإيجابي. أي والله صح. ما شاء الله تبارك. طيب أستوت حسونة كبرت من زمان؟ لا لا كبرت أستوت حسونة زمان كبيرة من أول شيء وتحسونة كبيرة وهسه زايدة زيادة. زايدة زيادة المنطقة كبرت زيادة. أي. أي زمان كنت بيوت يعني ما في الحيشان دي. لا لا زمان كنا بيوت خلا وتاني بقينا بيوت حلة وتاني بقينا حيشان. ايوه بيوت خالد قش. اه بيوت خالد بيوت بروش. ايوه بالبروش. اي وثاني بعده بعده سكن هنا بقينا جي ناس حله فيها ارضنا دي هنا ارض فتحاب. ايوه طيب اللي اتغير هسه في مراسم الزواج والحياه دي هنا زمان ارخص الحاجه. زمان الحاجات رخيصه لكن هسه الحاجات ما ارتفعت. العيل ذاته رخيص كان؟ لا العيل كان رخيص والله لكن هسه اي حاجه ارتخت. لا زمان في رغم معين بعرسوبيه ولا يزول قدرته؟ والله يزول استطاعته. يزول قدرته.
المرطب تب يجيب كم؟ والله غايته ما انا مرطب كثير كثير، زمان الجنيه. زمان الجنيه نحن تذكر دفعوا فيه كم؟ دفعوا فيه 25 جنيه. والله يدقش. والله يدقش. 25 جنيه. 25 كانت قروش؟ كانت قروش والله. ما بتتلقي عندي ما بتتلقي والله. والشيله كم؟ 6 6 ولا كم؟ الشيله والله 6 6 وشيله ما في، بس العريس يوم اللي امرق جبت بشه وخلاص. ما في شيله؟ لا ما في شيله، على شيله بس دكون القويده ذهب منها مو براو. بس ذهب؟ اي. ذهب والمهر؟ بس. والله ما شاء الله طبعا. طيب اسمك منو انت؟ اسمي ريا. ريا. طيب انا احد دايرين ثلاثه من الحفاير حقات الشيخ حسن وتحسون الموجوده جنب وتحسون. شدينا هنا بالله والقباشي باشا. اها. وملندا. اها. وام قنيطير. وفضه ديك حفيره، حفير الشيخ حسن. فضه قدام. قدام. اي. طيب ناخذها جنب منيكتو. مرحبا بك، السلام عليكم. اهلا وسهلا. الاسم منو؟ حج النعمة البشير. حج النعمة مرحبا حبابي. الله يسلمك. كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله الليلة غايته يعني النسوان وتحسون ورنا نشي. يعني ما شاء الله حتى النسوان الكبار شي مشج. لا عرفنا نحن. نعرف يا دوب نعرفنا وانتهينا. نحن بنزعل ثلاثة من الحفاير حقات وتحسون. حدانا غباشة. غباشة. وبلندة. وبلندة. ممكن يطير. ممكن يطير. قدامنا فضة. قدام في شنو؟ فضة. طيب ناخذها إجازة. طيب مرحبا بكم، سعيدين نكون في وتحسونا. والاستقبال كبار وصغار وشباب كلهم لقيناهم في استقبالنا. معانا حبوبتنا، اسمك منو؟ اسمي ليلى. لا قبل كذي قبل ما تخجلي. ما قبل الشمس. لا الشمس هاي ما بنوقف الكثير. اسمك منو؟ اسمي ليلى. ليلى ما شاء الله. انت الشمس ولا خجلانة من الكاميرا دي؟ من الشمس والله. يعني الكاميرا ما خجلانة منها؟ لا والله. هاي ما شاء الله. طيب اتولدتي في وتحسون هنا؟ هاي. اتولدتي في وتحسون؟ هاي. طيب الحفائر اللي جنبكم هنا حقات الشيخ وتحسون كم؟ بلندة غباشة. وبلندة. هاي. وفضة. هاي. وام قنيطير. وام قنيطير. دي جنبكم. دي جنب. اقرب واحدة بيجيبوا منها المويه شنو؟ غباشة. غباشة. والحفير دي الحدانة بروح بروسي. بروسي. طيب انت هسه من زمان من انتوا كنتوا صغار هنا الحفائر دي فيه؟ فيه. يعني جيتوا لمن ابواتكم حضروا هنا؟ ابواتكم حضروا اللي جوا محفورات. ما شاء الله يعني من زمان. ده الحفاير الكب. ها ده الحفاير الشيخ حسن. الشيخ حسن ليل مويه شغال. ما شاء الله طول. طيب زمان وتحسونه كانت صغيره صح؟ صغيره كيف يعني العدد بتاع البيوت ما قدر داس. الحمد والله ما رقم من صغيره ملا انا لا بلنده. من زمان ملانه. ملانه ملانة. الناس بتجي الخلاوي وكدي بيجوا كل زول بخليته فيه بخشم بيته. طيب الناس استقنوا معاكم هنا ديل جابتهم الخلاوي جقروا وقعدوا قعد فيه والفات فيه. الفات فيه. آه. أيوة. طيب السنة قعدتها بتدوني قطعة من ديكة. ها؟ من الديكة. ما يقولوا لي إلا معامرة. ها؟ لا أنا ما يقولوا لي إلا معامرة وإلا كدي خلاص من الديك تعال. ساي بتدوني. آي. كم متر البذور؟ والله العظيم حاجه عيني. ها والبذور من الديك والله يا اخوانا قاعدين وحاجه عيني. الله يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. لسه من عيوني كثر خيركم كثير والله. نحن فرحانين بيكم وانتم مع التاريخ والاصاله. اي والله ان شاء الله ربنا يديك العافيه. والسنه جاي اقول امين. انا وياك نتلاقى في الحج. انت في الصفر وفي المروه. ارفع لك يديك. الله يديك الصحه والعافيه. طيب مرحبا بكم، متواصلين معاكم نتعرف عليه. انور بشير السيد. انور بشير السيد يا فريق وتحسون الشمال. وتحسون الشمال. ثلاثه من الحفاير حقات الشيخ حسن وتحسون بيجاي طيب. وباشا وقنطير فضة بلندة. بلندة من العرب عليه. البشير بركات مصطفى. البشير بركات مصطفى. مصطفى دارين ثلاثة حفاير بلندة. فضة وباشا. وباشا. طيب نحن ناخذ إجابة. طيب نحن سعيدين نكون في وتحسون يا إخواننا، وسألنا عن الحفاير بتاعت الشيخ حسن وتحسون الموجودة بالغرب منا، والناس طبعا عارفين قالوا 99 حفير ديل جاهزين، وقلنا لهم دارين ثلاثة، وفي ناس ما قرعناهم من الثلاثة والله كان للي اللي يقولوا. كانوا سؤال كله بس قعدنا كيف ما 99 حفير. وفي ناس والله في 99 شايفيننا شوية، شايفين في ثاني حفاير جاية. وسألت ناس وقلت لي في غابات بين قال لي في غابات لور كيف فيها شجر؟ لأنه ما لقيت شجر كثير. والنسوان بين ينضما ذكرتني، النسوان طبعا يعني نظما شكرا بيزيدنك مترين. أيوه. وينبذنك بيخلنا قدر السيوسي تقوم وتقع كده. في حيلة قالوا فوق غابة، الغابة ظهر فيها سجاجة، الحيلة دي جهجة غريبة خلاص. قدر ما يلقى شيء مطرف أنا ما بياكلها بقرة بياكل أي الله يكرمك حاجة تمرق من الحيلة دي وكلام. والناس بيقوا خافوا من دخلة الغابة، زول داير الحطب صاحب يقدر يجيبه، الغابة فوق الأسد عارفين الناس الحيلة كانت خايفين. يوم في مركة دي الله يكرمك عندهم بقرة ماتت، ثلاثة يوم قاعدين الحيلة جاتهم، قالت أنتوا رجال على شنو؟ بقرة ثلاثة يوم في نص الحيلة
بقر العلاقة يعني راجل يجر عليه الغابة، الناس عارفين الغابة فيها لذة البقرة هذول. البقرة الراجل بالحلة يجرها ما في بقرة ثلاثة يوم قاعدة في نص البقر. طبعا المرة نظمت بعد دي ما مرقوا بيبقوا خلاص الكلام جاب له كلام. قالوا لها وليه ما عندي قيمة بس يعني مشكلتنا سلبة. قالت له هذه سلبة برضو الموضوع قطعته لهم في راس. قالوا لها خلاص نوديها الغابة. جروا البقرة بالسلبة ومشوا الغابة. ما عاد دخلت الغابة تسمع لها ثاني ما شاف زول والناس جارين البقرة. هي جاته ليل عصير قالت ايش سلبتها؟ قال انا طبعا الناس جروا البقرة. دقت الباب كوكو وجاء زول شالوا لها سلبة. ما لي قول يا تدقدق هنا. قالت له داري سلبتي؟ قال لا سلبتي بيه بقرتها هذه قاعدة هنا بيه بقرتها بيه بقرتها محلت جوا البيتين مشكلة. فالنسوان لو نحرشنك بودنك على المود عديل. هنحن انت قلت الثلاثة شنو؟ غبيش غباشة غباشة قمقنيطير بلندة بلندة غباشة قمقنيطير وبلندة ديل واحد ثلاثة من الحفائر 99 للشيخ حسن وتحسونة بغرب منطقة وتحسونة وانت منو؟ الطيب والخليفة بالشيب والخليفة عبد الفتاح. صفقة للطيب صفقة حارة يا اخوان. الطيب اول زول قال الاجابة صح يكسب معانا جايزة نمشي العربي ونشوف. نبارك لاخونا الطيب الفايز معانا في محطتنا دي. وسؤالنا كان عن ثلاثة حفائر من الحفائر 99 للشيخ حسن وتحسونة. والطيب قلت شنو؟ حفير غباشة قمقنيطير وبلندة. بلندة. الطيب يا اخوانا فايز معانا ببوتجاز مقدم من غراج شروق. صفقة للطيب يا اخوانا. الله يجزيك خير. الله يكرمكم بارك الله فيكم. مبروك الطيب. مبروك الطيب. صفقة للطيب يا اخوانا صفقة حارة. مرحبا بكم من وتحسونا محطاتنا متواصلة وحلقتنا الليلة من وتحسونا محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم نحن سعيدين نكون في وتحسونا ونحن في حي شنو؟ ديت القلعة. ده في القلعة نحن في القلعة في وتحسونا. القلعة شمال في القلعة جنوب؟ في القلعة جنوب. نحن في وتحسونا شمال وفي حي القلعة يا اخوانا سعيدين نكون في المحطة دي معانا هنا هنا. انا بسأل سؤال يا اخوانا اللي عارف الاجابة يسكت لحد ما يجي الدور عنده. اتفقنا؟ نبدأ بعمل نتعرف عليك اسمك منه؟ البلول حسن الرسول. البلول من القلعة الشمال هنا؟ نعم من هنا. هنا وين؟ شمال جنوب. جنوب جنوب. جنوب. نعم. ما شاء الله. مولود هنا انت؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا التعليم يا اخوانا في وتحسونا بدأ بدري. نعم. غير التعليم الديني وتعليم الخلاوي في التعليم المدرسي برضه بدأ من تاريخ زمان. نحن سؤالنا أول مدرسة في وتحسونة هنا ابتدائية عملت سنة كم؟ والله ما أقدر أكيفها إلا أنا قريت فيها وشغال فيها شيخ الظاهر جد تهامي وشغال في ما ده هو ده بس حدد هناك أنا بكري والله بنوها أبغين. قريت فيها سنة كم أنت؟ سنة في التسعينات وفي الهنات بس ها؟ في التسعينات في التسعينات؟ نعم التسعينات اللسة دي ولا الستينات؟ الستينات ولا السبعينات بس بدري يعني بدري بدري يعني. طيب هسه فيها كم مدرسة وتحسون؟ هسه فيها تقريبا 13 فصل ولا 14 فصل. ها؟ في هذه زي 12 13 في ابتدائي وفي ثانوي؟ في ابتدائي وثانوي وأول ونهاية والروضة وكلهم فيه. في لكن أنت ما عارفها بالضبط سواء سنة؟ لا. طيب مرحبا بكم متواصلين نحن في وتحسون الشمال في حي القلعة. نعم نتعرف عليه. إبراهيم عبد الفتاح البشير. إبراهيم جاتوا حي؟ حي وتحسونة جنوب. جنوب. أول مدرسة ابتدائية عملت وتحسونة؟ تأسست مدرسة وتحسونة الابتدائية سنة 1965. 65؟ نعم. اسمها شنو كان؟ الابتدائي. طيب هسه في كم مدرسة؟ هسه في مدرسة الأساس والثانويات. الأساس مختلطة؟ مختلطة. والثانوي؟ والثانوي. يعني مدرستين ابتدائي؟ مدرستين لا مدرسة أربعة في أربعة في أربعة أساس وأربعة ثانوي. طيب متواصلين معاكم ونحن سعيدين نكون في وتحسونة الشمال حي القلعة نتعرف عليه. إبراهيم الطيب حسن الشيخ الإمام المكنى بإبراهيم العربي بالإذاعة. إبراهيم العربي بالإذاعة؟ شاعر وفنان. نعم. اشتغلت في الإذاعة؟ نعم. سنة كم؟ 59. 59 كنت في الإذاعة؟ لغاية الآن أنا متعاون مع الإذاعة والتلفزيون. إذاعة والتلفزيون. طيب 59 مشيت براك من هنا ولا في زول رشحك ولا؟ أنا كنت شغال في الجيش. كويس. وصدفة لقيت وزير الإعلام في الآن ذاك كان طلعت فريد. كويس. لقيته في السعودية
وعملت وقدموني وعملت قصيدة. انت كان رديت بعد غنى؟ ها؟ رديت غنى؟ ايوه. من شنو من الاغاني اللي اديتني؟ اديته حمام العكي، اغري له مني سلام، قل لي زمان فرقنا والكون بقى له ظلام، وديته الجزر. لا قال بتقول كيف حمام العكي كذا نسمع منك. بتقول اغري له مني سلام وقل لي زمان فرقنا والكون بقى لي ظلام يا حمام العكي. يرعاك إلهي بستره والعز لك يدام، كنت منتظر في رجاك بعد شهر بقعام يا حمام عليكي يوم العجز كراك أعاد يوم ذاك يا سلام، وكالزهر في الأغصان لما انت جيت نسام يا حمام عليكي. الليل عد الزمان يسير وسط الغرام أقسام، والدنيا من رؤياك حكماني بالإعدام يا حمام عليكي. يوم التبارح الحي الليل الكون يكون لي ظلام، وخلوني في ناري وأصل يلومني ملام يا حمام عليكي. الليل غريل بني سلام. يا أخي نحن والله سعيدين بالكلام، بس لكن شغلك كله ما تيم. الظاهر عليك من زمان مخين والله. لا لا كله كله والله عذاب والله، دمعة تقشها من عينك. طيب كويس، احنا سعيدين نكون دارس. الاول مدرسه ابتدائيه اتعملت في واد حسون سنه 65 65 65 اي اول مدرسه. المشرف عليها ابونا العمده البشير الجاب في البلد، والمدرس بتاع الظاهر ابراهيم التهامي. ابراهيم التهامي نعم. طيب احنا ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. طيب نتواصل معاكم نتعرف عليك التول. خلف الله ابراهيم عبد الله جماع عجيب المانجولوك. ما شاء ما شاء الله تبارك الله جدا عجيب المانجولوك. نعم عبد الله بي. عبد الله بي تولدت هنا؟ ايوه تولدت هنا. نعم. ديت اللي بقول لك الجزار ده ولا؟ اي اللقب ابو الجزار اكبر جزار في حسونة. ما شاء الله. وانت اشتغلت معاه؟ اشتغلت معاه ولكن الحمد لله سواق. طيب هنا في ضبح ابل؟ ابل بتضبح؟ نعم كنا نضبح ابل لكن ساعه قلت قلت هاي. إلا يوم السوق. يوم السوق كده يعني؟ يوم السوق كده. طيب الجزارة يوميا شغالة؟ شغالة يوميا أيوة. ما تطبح وجنوب؟ ضان ضان. نعم. بقر فيه؟ بقر لا والله. غاد أكل من الحشرموت؟ والله بناكل لكن بقر يومي ما بضر عليه شيء. شيء ما أحلى من الحشرموت. طيب المدرسة الابتدائية أول مدرسة عملت سنة كم؟ سنة 1775 ألف؟ ألف لا لا ستو... سبعمية ألف؟ ألف ألف وتسعمية ألف لا لا ما ألف ألف وثمانمية أها لا لم ألف وثمانمية ألف بلد بدري يا أخي المدرسة دي. ها أدينا فعل غير غير أدينا كذا يمكن نبقى لك خيارات. بتعرف عليه؟ تغوى أكرم القاسم. منو؟ تغوى أكرم القاسم. تغوى مرحبا بك يا تحيته. حي القلعة. القلعة. طيب سؤالنا، أول مدرسة ابتدائية هل هي كان اسمها مدرسة حسونة؟ عملت سنة كم؟ 1952 1952 52. طيب مرحبا بك، تعالي هنا اتعرف عليك. لمياء بها بكر ابو القاسم. لمياء بها بكر ابو القاسم. اول مدرسه ابتدائيه عملت سنه كم؟ في عام 1952. اتعرف عليك. امل عبد الفتاح الشريف. منو؟ امل عبد الفتاح الشريف. امل اول مدرسه ابتدائيه في واد حسون اتعملت سنه كم؟ 1952 1952 52. طيب ناخذ اجابه. طيب متواصلين معك نتعرف عليه. مشاعر ابراهيم عبد الفتاح. مشاعر اول مدرسه ابتدائيه في واد حسون سنه 1952 1952 ناخذ اجابه. نتمنى لك التوفيق نتعرف عليه. بتقول خليفه حسن. بتقول مرحبا بك. اول مدرسه ابتدائيه في واد حسون 1952 سالنا يا اخواننا عن اول مدرسه ابتدائيه في واد حسون، والناس اختلفوا. في ناس شافوا في الاجابات بيقولوا 65، وفي ناس والاغلبيه بيقولوا انه التعليم بدا عندهم قبل الاستغلال، واتفقوا على اجابه. احنا دائما يا اخواننا معلوماتنا بنسال بها اهل المنطقه ذاتهم بيجمعوا عليها. كلهم اجمعوا على انه الاجابه الصحيحه 1952. وانت منو؟ تغوى اكرم الله. صفقه لتغوى دي يا اخوانا. سؤالنا في المحطه دي كان عن اول مدرسه ابتدائيه في واد حسونه، وهي اسمها كان مدرسه واد حسونه، وقلنا الاجابه 1952، وخدنا تغوى فايزه معانا
بخلاط مقدم من قناة الشروق. صفقة لتقوى يا أخوانا. صفقة حارة لتقوى. واصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من وتحسونا، محطة جديدة وسؤال جديد، نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم في وتحسونا ونحن في أتوحي حي التهاماب. التهاماب، نحن في حي التهاماب في وتحسونا يا أخواننا، ومحطتنا دي بزعل السؤال يا أخواننا، والعارف الإجابة يسكت لحد ما يجي الدور عنده، اتفقنا؟ ما يلفح بينك زور يضيعك. طيب نحن سؤالنا عن الخلاوي، دايرين أقدم وأول الخلاوي اتعملت في وتحسونا في المنطقة دي. معروف إنه المنطقة دي كلها مناطق خلاوي يا أخوانا، شرق النيل دي من بدايتها لنهايتها مناطق بتاعة غران وخلاوي ومشايخ. دايرين في المنطقة دي أول الخلاوي خلوت منه. إيه اسمك منه؟ اسمي فايغة نور الظاهر. فايغة، يلا تفوقي يا فايغة. خلوت حاج بلال الشيب. وخلوة الخليفة محمد. خليفة محمد دير اثنين. طيب ناخذ نتعرف عليك. ابتهال محتصم. ابتهال، اثنين من الخلاوي، اول الخلاوي واقدمي. والله هي الخلاوي ذاتها في الجامعة، كان في المسيد. نعم الخلاوي القديمة هي زي جامعة المسيد في. انا بديت قلت لها خلوة الخليفة، يعني مسميات بالخلفة كانت منه عشان اقرب لكم. نعم الخليفة الشيخ ابراهيم، يعني خليفة الامام، كانت من بدري شديد يعني. طيب والثانية؟ والامام خليفة إبراهيم، والخليفة حسن. تسابيح محتصم الظاهر. تسابيح مرحب بك، من أقدم الخلاوي وأولى خلوات الخليفة. منو الخليفة؟ الخليفة بدر. الخلاوي القديمة اللي هي اتركمت نهائي وانتهت مكانتها بس في الأسعار حقها هنا في المنطقة دي؟ أي في الشيخ حسن وتحسونة. خليفة بدر، الخليفة البدر والخليفة أحمد. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليها. رشا النور الظاهر. منو؟ رشا النور الظاهر. رشا مرحبا بك، دايرين اول واقدم خلوتين في المنطقه. والله انا بقول لها الخليفه احمد. وبقول الشيخ ابراهيم. سعيدين نتواصل معاكم نتعرف عليه. معك حانز عبد الله الشريف. منو؟ حانز عبد الله الشريف. طيب اثنين من اقدم واول الخلاوي في المنطقه. الخليفه ابراهيم، الخليفه حسن. خليفه ابراهيم، الخليفه حسن. معك انتصار محتصم الظاهر. انتوا جدكم واحد ولا؟ نعم. زهراب ايوه. نعم. جاي من الفريق يعني. نعم نعم، ما شاء الله تبارك الله، عشان كده ظاهرين. نعم. جينا في شارع القهوه ظاهرين. نعم. عرفناكم زهراب. نعم. طيب اثنين من الخلاوي اقدم واول الخلاوي. الخليفه ابراهيم والخليفه المنصور. منهل عبد المنعم السيد. منهل مرحب بك، دايرين اثنين من اقدم واول الخلاوي في المنطقه. الخليفه احمد والخليفه الشيخ ابراهيم اللي ود الامام. الشيخ ابراهيم والخليفه احمد. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازدهار محتصم الظاهر. ازدهار محتصم الظاهر. محتصم الظاهر، اثنين من اقدم واول الخلاوي في المنطقه. الخليفه ابراهيم والخليفه احمد. خليفه ابراهيم والخليفه احمد. طيب مرحبا بكم، نتعرف عليه. هاجر النور الظاهر. منو؟ هاجر النور الظاهر. هاجر، اثنين من اول واقدم الخلاوي في المنطقه. الخليفه احمد والخليفه المنصور. احمد والخليفه منصور. طيب اتسناك؟ لا نتعرف عليه. فانت فيصل عاقب. اثنين من اقدم واول الخلاوي. الخليفه احمد. سراج الدين والخليفه ابراهيم الشيخ الامام. طيب متواصلين معاكم مرحبا بكم، نتعرف عليه. منى الخليفه حسن. منى الخليفه حسن، اثنين من اقدم واول الخلاوي في المنطقه. الخليفه الشيخ ابراهيم. والخليفه احمد. والخليفه احمد. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. حسنى بكري. هالخلوتين اقدم خلاوي. خليفة الشيخ إبراهيم والخليفة أحمد. طيب ثلاثة خيارات في محطتنا دي ما في إجابة صحيحة جاتنا، ونحن في فريق الزهراب. الزهراب قلنا الخليفة حسن، الخليفة حسن والخليفة عبد الظاهر، والخليفة منصور والخليفة بلال الشيب، والخليفة بشير والخليفة عبد الفتاح. الخليفة بشير والخليفة عبد الفتاح. طيب عندك انت الثانية، عندك الخليفة حسن والخليفة عبد الظاهر، الخليفة منصور والخليفة بلال الشيب. خليفة منصور والخليفة بلال الشيب. طيب انت بقى عندك الخيار الثالث، الخليفة حسن والخليفة
عبد الظاهر. واحد من الثلاثة خيارات دي يا اخواننا إجابة لسؤالنا اللي بيقول أول خلوتين وأقدم في المنطقة، الخليفة بشير والخليفة عبد الفتاح. صوت يقول يا اخواني. طبعا يا اخواننا في ناس مرات بيوري بي ممكن تضلل ويضللوك مرات يمرقوك برا الإجابة. ودي ذكرتني نقطة، قالوا من الأطراف الجميلة يا اخواننا جعلي وشاقي وساكنين سوا لكن متناقرين. أصله ده بيبدأ الموضوع ده ببوز، وده بيبدأ ده ببوز الشحم والنار. هجعلي قام ما تقولوا ها، أسمع النقطة لنهاية. ها أقول كلمتين ها ها قام يا زول الجعلي فتح له فرن وبقى يبيع في الرغيف. أربع يوم ما جاوز أبوه الرغيف مردم كده. هاليوم ده شيء يقول له عشر عيشات، جو قبل الجعلي قال له هاك الدنيا عشر عيشات. طبعا عاين كده لقى الشايق مدير مشاكل، قال له رجل عشر عيشات الصف ده ماك شايفه جايني كده ما تجي في الصف وما فيزه. الشاي قال يجيوا عليه مويته وكي تصل داير صف رجع ورا عشر متر. أخواننا الصف ده ما زحموه ويجي ماشي. أخواننا الناس اللي قدام يجيبوا لكم بوليس يحوا كده يمشي لما نص الشباك ده. قال له هكذا داني عشر عيشات. الجعل دنقر يدي الليل الشاي ما يده في الهواء سمع فقعت الجعلين قول الدس دق في السقف وجاء وراجع دم نطر مني. قال له في الزحمة دي دارين أعرفه ليه. انت منو؟ انا فايقه النور الظاهر. صفقه لي فايقه يا اخوانا. الله يديك العافيه. نمشي العربيه نشوف جاي طيب. مرحبا بكم، سعيدين تكون فايزه معنا اخوتنا فايقه في محطتنا عن اقدم واول الخلاوي في هذه المنطقه. وقلنا الاجابه خلوه الخليفه بشير وخلوه الخليفه عبد الفتاح. فايقه فازت معنا ببوتجاز مقدم من قناه شروق. صفقه لي فايقه يا اخوانا. ناس فايقه دي يا اخوانا لقيناهم مارقين رحلة ورحلتهم بقت محطة في الشروق برت من هنا والحمد لله قعدوا مساكناهم وفازوا بالسؤال. فازت دي وفايقة وبدينا سألنا قلنا إن شاء الله يا فايقة تبقى متفوقة وفعلا فايقة تفوقت. نشوف جائزة فايقة بإذن الله. صبقة لفايقة صبقة حالة. من حفير غباشة حفير أبونا الشيخ حسن وتحسونة يقولوا عليه وهنا في وتحسونة هنا حفير بلاقي يعني بيجي من الخريف موجته تقعد للخريف الجاي. أكبر الحفائر 99 حقت أبونا الشيخ حسن وتحسونة. بنختم حلقتنا وبنقول شكرا لوتحسونة المنطقة هل بتبعث فيك الطمأنينة والأمان بلد الذكر والقرآن. شكرا لهن في وتحسونة اللي استقبلونا بالحفاوة والترحاب والاستقبال. شفنا فونا الفرح في وجوههم. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا الليلة من وتحسونة. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته وبقول لكم دمتم في أمان الله.